منطقة جرمانة. أذهب مباشرة إلى زميلتنا الآن ليمونة صالح، تنضم إلينا من داخل أو من منطقة العباسيين من شارع فارس الخوري. ليمونة مساء الخير. مساء الخير لك حسين. ليمونة، بالضبط أين أنت بالتحديد في شارع فارس الخوري، وما هي آخر الأخبار لديك؟ نعم حسين، بنهاية شارع فارس الخوري أمطار قليلة تفصلنا عن كراز العباسيين، وبعد كراز العباسيين معارك ما بين رجال الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة. ما يزال الجيش يستهدف المجموعات الإرهابية المسلحة لدحرهم إلى نقاط تمركزهم التي كانت موجودة سابقا إلى هذه اللحظة. إذن العمليات متوازنة ما بين موجودة ومستمرة، ضربات لرجال الجيش العربي السوري مستمرة كما نلاحظ بعمق الكاميرا، السحاب والدخان المتطاير من الأبنية التي هي ما بعد كراج العباسيين، الأبنية التي هي ما بين التي تتبع إداريا لجوب ما بين جوبر وأيضا الصابون. إذن الكراج كراج العباسيين بعهودة رجال الجيش العربي السوري معارك مستمرة، وأيضا المعارك لا تزال أيضا مستمرة في عمق القابون، في عمق بلدة القابون. هناك ضربات لسلاح الجو السوري وأيضا للسلاح المشاة بوحدات الجيش العربي السوري. هناك معارك إذن مستمرة بمنطقة جوبر. اقترب الجيش العربي السوري من معامل كراش، أخذ معامل كراش وأيضا معامل الدبش التي كنا متواجدين فيها بالأمس، ولكن لا نستطيع أن نقترب أكثر حفاظا على سلامتنا وأيضا بسبب القنص حسين. إذا حتى هذه اللحظة هي هذه هي المستجدات. طيب ليمونة، خلينا نذكر مرة ثانية، هناك في وسائل إعلامهم إلا من يقول بأن شارع فارس الخوري أصبح مع المسلحين وأن الجراجات مع هؤلاء الإرهابيين الذين هاجموا. أنت الآن موجودة في آخر شارع فارس الخوري وترصد الكاميرا ماذا يحدث في أطراف هذه المنطقة، وماذا يحدث أيضا من استهداف للإرهابيين المتواجدين في أطراف تلك المنطقة؟ ليس بجديد حسين، يعني على القنوات المضللة ومواقع التواصل الاجتماعي التي هي غير وطنية، وهي بالنسبة تشكل وتمثل العدو بالنسبة للجيش العربي السوري وبالنسبة للوطن الأم سوريا. نحن متواجدون، ولكل من يعلم هذه المنطقة، نحن بنهاية شارع فارس الخوري المؤدي إلى كراج العباسيين حفاظا على سلامتنا. لم يتسنى لنا المسؤول الميداني العسكري، هنا يوجد قرار لتواجد الإعلاميين. نحن الجهة الإعلامية التي اقتربنا أكثر أمتار قليلة تفصلنا عن الكراج العباسيين، سمح لنا بهذا الحد حفاظا على سلامتنا. بالنهاية نحن ننقل ونحارب بالمايك والكاميرا، ليس لدينا سلاح، ولكن السلاح نعم. والاقتراب لرجال الجيش العربي السوري. نعم حسين. طيب نسأل الله السلامة لكم زميلتنا ليمونة، ونشكر أيضا الزميل المصور المتواجد معك. بالتأكيد سوف نعود نكون معك في حال ورود أي جديد. أذكر مشاهدينا الكرام، ننقل بالصوت والصورة من شارع فارس العباسيين، وكنا ننقل أيضا استهدافات الجيش العربي السوري.